بالنسبة لي يؤكد هذا الاستهداف عدم انشغال الحكومة السعودية بقضايا جادة من شأنها الانعكاس إيجابا على حالة الوطن بشكل عام الذي هو بأمس الحاجة لقيادات جادة مخلصة لمعالجة الكثير من المشاكل والاحتياجات. يفترض في من يكون في سدة الحكم والمسؤولية والقرار الترفع عن هذه التحركات التي وبلا شك تنعكس سلبا على الحاكمين في البلاد وترسم حولهم صورة هابطة على المستوى الدولي لنزولهم لمثل هذه الاهتمامات. أيضا في المقابل يعطي صوابية لمواقف النشطاء ومختلف النشطاء الإعلاميين السياسيين الحقوقيين وصوابية لما يقومون به من أدوار ومواقف. أستطيع اعتبار يوم 30 أغسطس 2016 الذي ورد فيه خبر محاكمتي يوما هاما، لأنه منحني قرارا بمضاعفة نصرة المظلومين في بلادي كما وكيفا، وأكد لي بمزيد من اليقين أن المواطنين والمقيمين والبدون الذين يبلغون 4 مليون في السعودية يعيشون أوضاعا حرجة تحت ظل حكومة مهتمة بظلمهم ولا ترغب في أصوات تنادي باحترام حقوقهم والاستجابة لهمومهم وجراحاتهم ومشاكلهم. أيضا يقودني ذلك إلى إرسال تحية عابقة للأصدقاء والزملاء في المنظمات الحقوقية السعودية، القسط، ديواني مرصد حقوق الإنسان في السعودية، المنظمة السعودية لحقوق الحريات، أيضا المنظمات الدولية Human Rights، العفو الدولية EDHRB، الكرامة، مراسلين بلا حدود وغيرهم. أيضا النشطاء في الداخل والخارج وخصوصا نشطائنا المناضلين في السجون. فلا شك يؤكد هذا الاستهداف وغيره أن كل العمل الذي قاموا به كان عملا هاما، وجميع جهودهم القادمة أيضا هامة وضرورية، وأنها بلا شك ستكون عامل مطلوب وضروري ومؤثر في تخفيف الضرر وإيقاف بعض الانتهاكات كليا أو جزئيا من على كاهل السكان في البلاد. أيضا تحية للإعلام الدولي الحر العربي سواء منه أو الناطق بلغات أخرى الذي ساند وناصر قضايا حقوق الإنسان في السعودية ووقف مع الكثير من الضحايا في الوقت الذي ينشغل الإعلام السعودي الرسمي بالوقوف مع الظالم وبسحق المظلوم.